يعني دولة محترمة، قطاعاتها محترمة، ووزرائها محترمين، وتم انتقاء الوزراء بعناية من طرف رئيس الجمهورية والدولة الجزائرية. يعني ما نش في غابة، ماشي لا جانجل، هذه الدراري الصغار ولا كراش يديروا لنا التقارير التعسفية. انا قدموا لي المجلس التأديبي وقرار تاع والتقرير اللي تحط ضدي في نفس الثانية، راح بعد المباشر راح نقوم بنشر التسجيلات الصوتية والوثائق لورقة الطريق الحقيقية وورقة الطريق رئيسة التحرير اللي دارت ورقة الطريق هزيلة دون ذكر الأسماء، وإن شاء الله تكون تشاهد فيا باسكو لأنه هي فان، هي متابعتني. ورقة الطريق اللي من المفروض أنه تتحط ما دارتهاش، يا نعسانة مشغولة ببرامج أخرى، رغم أنه لا طاش تحا أنه يكون هذا البرنامج من مسؤولياتها. الناس غير مسؤوليين غير مهنيين، نقولوا حنا غير محترمين ونتحولوا المجالس التأديبية على أساس درنا حاجة لا أخلاقية، لا أخلاق. أنا دوك الناس كي تسمع مجلس تأديبي، مش هذا راح يمسلي بالسمعة تاعي كأنه أنا عملت فعل لا أخلاقي في المؤسسة، ألوغ هو فعل تافه. أنا نضرب على القناة باش ما يتمرش فيها مثل هكذا تجاوزات لا يحمد عقباها، لنوصل أنا ندخل مجلس تأديب؟ هل يا ترى هذا ينص عليه قانون العمل الجزائري؟ هل ينص أنه يدخل عامل المجلس التأديبي دون مروره بكتابة التقرير، رغم أنه كتب ثلث نسخ تقارير بالأدلة لرئيس للمديرة العامة للقناة، لمديرة الموارد البشرية، ولمدير الإنتاج، تخواز انفلوب تمدوا للإدارة مع لاكوزي تاعهم والتسليم اليد في اليد، وكل وثائق هذو راح ننشرهم لكم بعد اللايف. يعني يا هل ترى انا يا بوكا ما نخرجش من جلدي كي تجيب لي وحده انا من برا دير لها لبن العصفور وانا تضربني بالركله، علاه؟ باسكو لقيتني في الشوك. مجلس تاديبي يا وزير الاتصال، روح طلع علينا، روح طلع علينا، طلع علينا احنا كاعلاميين اللي رانا الناس في الوطن العربي تشاهدنا، وطن في الوطن العربي تدعمنا، اسماء عربيه تبعت لي في الانستغرام برافو برافو على الاحترافيه، برافو على الاخر، اسماء عربيه وراني حاطتهم ممثلين فنانين عندنا علاقه صداقه معاهم، علاقه